بوجهه إلى تلك الدار. أحبتي الكرام، ماذا عساني أن أقول في هذا الموكب، في هذا الجمع، في هذا الحضور الذي يحضره يعني رجالات من رجالات التعليم ورجالات العلم ورجالات العطاء. لكن هذا الموقف لا بد منه، لا بد من هذا الموقف أخي الكريم، هذا الموقف الذي يعجز اللسان عن التعبير فيه، كما قال يعني الأخ في قبل مني الله يجزيه بخير، هذا الموقف الذي يعجز اللسان عن التعبير، لأن الله سبحانه وتعالى قال كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، ملك الموت يطرق الأبواب ولا يستأذن، لا يستأذن أحدا، يقض مجع كل إنسان، لا بد من الإنسان أو لا بد للإنسان من الرحيل. تذكر يا مسلما يوم ترحل إلى ربك على الأكتاف تحمل، الإنسان لا بد له من هذا المصير. هذا الشاب الذي فقدناه كان من بين أظهرنا بالبارحة، لكنه فاجأته المنية كما ستفاجئ أحدنا، لا بد أخي الكريم. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الموت مصيبة، لأنها تصيب الإنسان بنفسه لا تخطئه، من أصاب يصيب مصيبة، أي تصيب الإنسان بنفسه وبشخصه لا تخطئه. ولهذا أحبتي الكرام، أخانا هذا الذي فقدناه يحيى نحسبه بأنه كان مجاهدا، لأنه كان على طريق العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ونحسبه كذلك. ثم إن هذا الشاب الذي فقدناه كان يتميز بأخلاق عالية، بسلوكات عليا للشباب أن يقتدوا به، لأن هذا الشاب ماشي فقط الأسرة دياله هي اللي فقدته، فقدناه احنا، احنا فقدناه، فقده الأساتذة، فقده القريب، فقده التلاميذ، لدرجة أن حتى شخص الوزير اتصل هاتفيا باش يعزي الأقارب دياله. ثم شخص مدير الأكاديمية جزاه الله خيرا، ثم النائب ونائب وزارة التربية الوطنية، ومدير ثانوية محو حمو، والأساتذة والتلاميذ. هذا عربون كما قال الأخ، عربون قوي ومثين على هذه العلاقة التي تربطنا بهذا الشاب. لكن أخي الكريم، حتى لا أطيل عليكم، الإنسان أن يأخذ العبرة، أن يأخذ من هذا الموقف العبرة، لأننا كل إنسان سيشرب من هذا الكأس، سنتجرع لا محالة من هذا الكأس، لكن الموت تختلف من إنسان إلى آخر. وإن قال الشاعر من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن الموت يختلف من شخص لآخر بما يحمل معه من الزاد، من زاد التقوى. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات، هذه السكرات تختلف من شخص لآخر بما يحمل معه من هذه العملة، العملة يعني العملة الغالية، عملة ليست بثمن الأورو أو ثمن الدولار أو الريال.